اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال مباحثاته مع وزير الداخليه العراقي اهميه تطوير معبر طريبيل الكرامه لتسهيل حركه النقل والتبادل التجاري عبر السماح بوصول الشاحنات الى وجهتها النهائيه في كلا البلدين الى ذلك اكد وزير الداخليه العراقي خلال مؤتمر صحفي عقده في السفاره العراقيه في عمان اهميه التنسيق بين البلدين لحمايه الحدود المشتركه للوصول الى استثمارات امنه وكشف عن تقديم مقترح لتشكيل منظومه امنيه مشتركه في المنطقه تعمل على تعزيز الامن العربي وبين انه خلال زيارته ناقش مع وزيري الداخليه والنقل القضايا المتعلقه بمعبر الكرامه طريبيل الحدودي بين البلدين واليه تطويره واعاده الشاحنات العراقيه والسجناء المتهمين بالفساد المالي الى العراق اضافه الى بحث تعزيز اواصر العلاقه بين البلدين في قضايا مكافحه الارهاب والمخدرات والجريمه المنظمه من معلي. تفضل معالي الوزير منفذ طوابير الكرام منافذ المهمة ومعبر مهم للبلدين وبحاجة إلى إعادة بناء إرادة الحكومة العراقية والأردنية على بناء معبر جديد بمواصفات دولية وعالمية وأعتقد الخطوات بدأت والعراق يسعى لطرح كل المنافذ الحدودية للاستثمار لكي تتناسب حجم العراق وامكانياته وكذلك تكون بوابه تليق بالمواطن العراقي او الاجنبي القادم للعراق